شهر الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر. والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحثت إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة أن يكثروا في العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا، نعم يجتهدون، لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعنها لبيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي.